مشتاق للبلاد يا حاج؟ اه معلوم مشتاق، مشتاق لحد الان. انا بتروحش من بالي لا ساعه ولا نهار ولا دقيقه ولا، وفي الليل بتذكر فيها. لو كانت الارض تتكلم لما سكتت عن حق اصحابها هؤلاء 75 عاما من القهر والظلم والتشريد. الحاج حسن النجار 86 سنة من قرية صميل الخليل التابعة لغزة، كان شاهدا على عمليات القتل وإطلاق النار آنذاك. كانوا يطخوا الناس بتذكر، يعني أنت ترجع تهاجم يطخوك. رجع ابن عم إلي يجيب قمح وإحنا في إذنه، شايف كيف؟ وإحنا في بيت جبريل لما نزحنا طخوا في ذكرين، هو خرشب طخوهم اثنين وظلوا مربيين في الشارع اللي بتاسكنه، مش بس هم. بعد حديث مطول اسعفته ذاكرته فروالي قصة لا يحب ذكرها عن جثث شاهدها بأم عينه في شوارع بلدته. الحاج أحمد الطيطي الذي ولد في قرية عراق المنشية قرب قطاع غزة عام 1930. والله ما خلوا إنسان على وجه الأرض. لما نقوم في الشارع ولا لهب ولا سب ولا مرحم ولا مكاتب، ضخوك قال ارميها هناك. مر من الشارع تلقى 400 أو 500 مرميها طول هناك. قال لها يا حجي ليش قاعدة على المقبرة؟ بكت أمي. شو الجو؟ قال لها شوفوا لي انت من وين؟ قالت انا من الفلوجي من دار النجار. والله رجع جاب اخواننا وحملونا في الليل، حملونا على الدور. وهنا يروي الحاج محمد النجار 83 عاما قصة استشهاد شقيقتيه يوم تهجيرهم من قرية الفالوجة عام 48. ما منعنا لا بنا لا اخواتي لا اللي استشهدوا لا اللي مش، احنا 14 واحد من نفس العشيرة نهار يتستشهدوا 14 واحد ذكر وأنثى وأطفال. يوم سبت سبات إيجوا العصابات كسروا لعبتنا. تؤكد هذه الأهازيج الفلسطينية أن الصغار لن ينسوا حق العودة إلى ديارهم مهما طال الزمن أم قصر. في مخيم الفوار هنا في الخليل كتب الشباب على الجدران: إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا. وعلى الجهة الأخرى كتبوا باللهجة العامية: معاش اللي يكسر المخيم، لسه بنحارب لآخر نفس. في دلالة واضحة على إصرار الشباب هنا للعودة إلى أراضيهم. رائد الشريف الغد، الخليل.